سامعاك يا منال، اتفضلي. ايوه دكتور، انا دلوقتي انا عندي مشكله. انا دلوقتي انا متجوزه بقالي 6 سنين، وخلال ال6 سنين دول اصلا كان عندي مشكله في الشغل، في حكايه الشغل دي. ساعات اقول اسيب، ساعات ما اسيبش، وجوزي يقول لي ما تسيبيش. امي تقول لي لا ما تسيبيش، سيبي ما تسيبيش، تقول لي ما تسيبيش، وجوزي لا سيبي. انا مش فاهمه، يعني في المشكله في الشغل زوجك عايزك تسيب الشغل؟ ايوه ما طيب ما تسيبيش، قال لي سيب الشغل. طيب وام دلوقتي زعلانه مني ومش بتكلمني، عشان خاطر انا قلت لها خلاص هسيب الشغل ومش عارف ايه، فهي ما بتكلمنيش، بحاول اكلمها مش بتقدر تكلمني. مامتك؟ طيب قولي لي، عشان قلت خلاص يعني كفايه مشاكل بقى، وقلت خلاص مش هسيب الشغل وكده، فهي زعلانه مني ما بتكلمنيش. طيب قولي لي، قولي لي يا منال، دلوقتي الضرر اللي عايد عليكي في الشغل ضرر شخصي ومتعدي، ضرر على الكرامه، ضرر على السمعه؟ لا لا لا، هي ايه، شايفه ان انا يعني كان في مشاكل كتير بيني وبين جوزي مش عارفه ايه، فهي مصلحه، خايفه مصلحه عليا يعني، خايفه مصلحه عليا، بتقول لي انا ما تسيبيش، عشان هي دلوقتي بقى كانت ان هي اول ما اتجوزت ابويا، وبعد كده قال لها سيب الشغل، دلوقتي حاليا اتطلقت هي وقاعده برضه. فهي خايفه لا يحصل مشاكل فما يبقاش لكي. وانا دلوقتي اصلا برضه حصل لي طلاق، يعني هي اتطلقت برضه مرتين، والطلقه الثالثه برضه مش عارفه سالنا، والشيخ قال لنا لا انت لسه ياخد لكم طلقه واحده. ما صح، عشان كده بقى زعلان. فانت مش عارفه تعملي ايه؟ مش عارفه والله، هي زعلانه وفي الاخر يعني مش عارفه، طيب. مش عارفه تسمعني اصلا يعني. وزوجك مصمم انك انت تسيبي الشغل؟ ايوه، وخلاص انا اتفقت معاه ان انا هسيبه يعني، وهو ما يعرفش ان امي زعلانه برضه. طب اسمعيني، اسمعيني يا منال، اسمعيني، هقول لك على حاجه تحفه جدا. اولا اي قرار في حياتنا بناخده بيبقى له محورين اتنين، اول حاجه ان انا بستخير، وبعدين بستشير الناس اللي حواليا اللي كانوا في نفس المكان، الناس الثقه اللي اخد منهم. خلاص قررت القرار، بستخير، يا رب انا قررت اسيب الشغل، ان كان زي الخير في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبه امر قدره لي، يا رب انا قررت ان انا اسيب الشغل، ان كان ذلك شر لي في ديني ودنيا فاصرفني عنه واصرفي عنه. طب ايه المعايير 1 2 3 العقليه اللي ممكن اخدها قبل مرحله اتخاذ القرار واستخير عليه؟ انك انت تبقي شايفه ايه الايجابيات والسلبيات اللي هتعود عليا من القرار ده. لا ده انا سلبياته كتير جدا، لا ده انا في بقى، لا ده في بهدله، ده كذا ده كذا. طب ما انا خايفه اسيب واتطلق وانا ناقص لي طلقه ومش هيبقى لي مورد رزق. كتير جدا جدا من البنات دي بتبقى على فكره نقطه فيصليه في حياتهم بجد، تقول لك ده ما اكل عيشي، طب انا لو سبته ولو هو كده هصرف منين وهعمل منين؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك استخيري، لو هو زوجك راجل مؤتمن ومكفي بيته وفعلا الشغل جايب لك مشاكل واستخرتي وارتحتي خلاص، لكن لا انا في حاجه لسه مضايقاني. صحيح طبعا عشان الام مرت بتجربه فهي خايفه انك تمر بنفس التجربه، واكتر حاجه قلب الام بخايف على بنتها، لكن معيارك في الاول وفي الاخر انك انت تشوفي الامر ده. طب انت يا زوجي انا لو هقعد من الشغل ايه الوضع اللي هيعمل؟ طب مثلا هتديني مصروف مثلا لايدي خاص كده يعني عوض المرتب؟ طب انت هتعرف تصرف على البيت من كذا؟ دي الحاجات اللي هي الدنيويه يعني الاسباب. بسال الناس، طب ممكن اخد اجازه حل وسط، ايه رايكم اخد اجازه سنه مثلا بدون مرتب بحيث الدنيا تهدى والحاجات دي، يبقى انا كده جمعت ما بين الايه الامرين، رضيت امي وفي نفس الوقت ارتحت شويه من المشاكل اللي عامله لي قلق وجايبه لي مصايب جوه بيتي. ها شوفي الامر انت ممكن تقيميه ازاي، وحته الامر الحل البديل ده فكره، خدي اجازه سنه 6 شهور لحد الدنيا ما تهدى والمشاكل تهدى، واستخيري على كده، واللي قلبك يقوله لك خلاص. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يا رب يلهمك للامر الصواب والامر الصح، وان ربنا يلهمنا واياكم يا رب يعني بالحلول، وربنا يلهمنا بالتوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. وقت حلقتنا خلص للاسف، ادعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالخير ويتقبلها منا، ويا ريت يعني تبقى الحلقه دي ذخر لينا يوم القيامه، نتقابل يوم القيامة نقول احنا تبنا النهاردة يوم الجمعة. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.